عايز اقول حاجه مهمه. عزت وعادل وسيد خدوا خطوه كده قدام الفراوده، فانا عايزك تدي كلمه للفراوده اللي موجودين النهارده قبل ما يخشوا الماتش، حاجه كده بقى منك ليهم. المهاجم محتاج نص فرصه، نص فرصه ونص متر، نص متر داخل ال 18 بعيد عن المدافع، انت جات لك فرصه كبيره جدا انك تحاول تستغل المساحه الصغيره اللي جات لك والتوقيت اللي هو اقل من الثانيه. لو قدرت تستغلهم وتتعامل مع الموقف صح هتقدر توصل لمرحله كبيره وتقدر توصل لتسجيل اهداف بشكل كبير. حاجه تانية، انت لازم تتعلم من اخطاء ولازم تتعلم من المواقف اللي بتحط فيها. عادي جدا اي مهاجم في العالم بيضيع، انا من اكتر الناس اللي ضيعت. فانت لازم تفضل تحاول 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 تحاول. الهدف بيجي في الثانيه الاولى وبيجي في الثانيه الاخيره. والنقطه بس اللي عايز اقولها ودي اهم نقطه، طول الوقت طموحك ما يوقفش عند مرحله معينه. يعني انت دلوقتي موجود في البرنامج، ربنا كرم لعيبه منكو وراحت انديه، سواء النادي الاهلي زمالك احترف بره، ما ينفعش يبقى ده اخر طموحي. انا لعبت في النادي الاهلي يبقى الغرض بتاعي انا كمهاجم ابقى هداف النادي الاهلي، الغرض الاكبر بعد كده هداف منتخب مصر. حققت كام بطوله مع النادي الاهلي؟ 5، عايزهم 10. حققت كام بطوله مع منتخب مصر؟ 1، لا عايزهم 3. طول الوقت تجدد الطموح، جدد الرغبه علشان تقدر توصل لاعلى حاجه. وبعد ما تقعد وتبطل كوره احسب بقى انت عملت ايه. اوعى تحسب وانت بتلعب، لانك مجرد لما تحسب وانت بتلعب خلاص انت بدات تقع. عشان لما تيجي تقعد في البيت كده زي ما انا بطلت وانا قاعد في البيت، لما اجي اقعد مع بناتي انت عملت ايه في حياتك، اجي اقول لهم لا ده انا خدت 3 كاس امم افريقيه مع المنتخب الاول، واحده مع منتخب الشباب، لعبت كاس عالم، خدت دوري مع اتحاد جده السعودي، يعني كام اجمالي البطولات، بقول لهم مثلا واخد 35 بطوله. فده بالنسبه لي بيخليني فخور بنفسي ومبسوط ان انا بقول الكلام ده لبناتي. فبالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمك. يلا بينا على الملعب. يلا اتفضل.